واضح انه الاسرائيليين ملهمش امان ولا عهد ولا ذمه. امبارح وافقوا على تمديد الهدنه في غزه، والنهارده خرقوها وضربوا حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ بالدبابات. ودي طبعا مش اول ولا اخر مره يعملوا كده، لانه طبعا الغدر عقيده عندهم. من يومين برضو طيارة مسيرة إسرائيلية قصفت بيت فلسطيني في وسط غزة، استشهد فيه 2 مزارعين، يعني غلابة كانوا فاكرين إنهم في أمان لأنه في هدنة، ما يعرفوش إنه إسرائيل ملهاش أمان. ده كيان لا يلتزم إلا لما ياخد على دماغه، زي ما عملنا كده في حرب 73. عشان كده المقاومة الفلسطينية لازم تخلي بالها كويس قوي، وخصوصا وهم بينقلوا الأسرى الإسرائيليين، لأن الطيارات المسيرة الإسرائيلية موجودة وبتتابع كل حاجة على الأرض عشان يعرفوا أماكن أسرهم العسكريين، زي ما عملتها من يومين واكتشفتها المقاومة. معنا على التليفون من القدس ديمتري دلياني، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح. أهلا بيك معنا في مصر جديدة. بداية، هل انتهت الخروقات الإسرائيلية النهاردة؟ الوضع دلوقتي على الأرض عامل إزاي؟ أستاذ ديمتري معانا؟ أستاذ ديمتري سامعني؟ طيب، أشكرك أستاذ ديمتري دلياني المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح.